البيان الذي أقرأه اليوم في 20 نوفمبر 2011. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد صاحب الخلق العظيم. طلبت الأسبوع الماضي اعتذارا من عدة جهات سياسية وإعلامية عن حملة الكراهية والإقصاء والحجرة التي يتعرض لها شخصيا ويتعرض لها تيار العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية. التفاصيل متاع الطلب هذا كلها موجودة في موقعي في الانترنت www.alhashimi.net www.alhashimi.net، والبيان هذا بعد لحظات مش يكون في الانترنت إن شاء الله في موقعي. وبما أن هذا الاعتذار لم يصدر فإنني أعلن ما يلي. أولا، أسجل بأسف واستنكار شديدين أن هناك فيتو قوي ورفض متشنج من الطبقة السياسية لمشاركتي في الحياة السياسية ببرنامج سياسي واجتماعي يدافع عن الشباب العاطل عن العمل والفقراء والمحرومين في تونس. وأنا لن أنازع هذه الطبقة السياسية على السلطة أبدا، ولا أريد أن أدخل معها في صدام ومواجهة. إني دخلت الانتخابات للدفاع عن الفقراء والمحرومين وليس طلبا للسلطة والمناصب والمغانم. اثنين، لقد تربيت في عائلة فقيرة في سيدي بوزيد على الصدق ومكارم الأخلاق في الحوامل في سيدي بوزيد، وعشت أكثر من نصف عمري في بريطانيا حيث يتعامل الناس بالكلمة فقط، بالكلمة وبمكارم الأخلاق، غير أن خصومي في تونس لا يتعاملون بهذا المنطق أبدا، وإنما يشنون علي حربا شعواء شرسة وغير أخلاقية، ويحاولون بكل وسيلة فاسدة وغير مشروعة اغتيالي معنويا وسياسيا. أعترف بأنني لا أستطيع التعامل مع أناس بلا أخلاق وبلا ضمير، ولا أستطيع التعامل مع أناس يتجاهلون عمدا وبنية سيئة أنني حكمت سياسيا في عهد بورقيبة وبن علي، وأعيش في المنفى منذ ربع قرن، ويكفيني برنامج المغرب الكبير وبرنامج الحلم العربي في قناة مستقلة دليلا على أنني قدمت لمعركة الحرية لتونس ما لم يقدمه 99% من خصوم السياسيين. ثلاث، احتجاجا مني على حملة الكراهية والإقصاء والحجرة التي لم تستهدفني وحدي، وإنما استهدفت الفئات الاجتماعية التي منحتني أصواتها في الانتخابات، وهي الفئات التي فجرت الثورة وحررت تونس وأطلقت الربيع الديمقراطي في العالم. فإنني أعلن رسميا أنني أعتبر النظام السياسي الجديد في تونس، هذا النظام اللي اشتغلوا فيه تو اللي رتبوا فيه جماعة النهضة والمرزوقي وبن جعفر، إنني أعتبر النظام السياسي الجديد في تونس فاقدا للشرعية الأخلاقية والسياسية. أخلاقية لأنه من غير أخلاق فيه الحجرة وإقصانة، وسياسية لأن قوة رئيسية في البلاد لم نستشر ولم نشارك فيه، والشعب التونسي ما يحب الشيء هذا. سمعناها الشعب التونسي غاضب من إقصاء العريضة الشعبية، وما يحبش أنه في الغرف المقلق يتعارك وشهر على شكون رئيس وشكون رئيس برلمان وشكون رئيس حكومة. احتجاجا مني على حملة الكراهية والإقصاء والحجرة التي لم تستهدفني وحدي، احتجاجا مني على حملة الكراهية والإقصاء والحجرة التي لم تستهدفني وحدي وإنما استهدفت الفئات الاجتماعية التي منحتني أصواتها في الانتخابات، وهي الفئات التي فجرت الثورة وحررت تونس وأطلقت الربيع الديمقراطي في العالم. فإنني أعلن رسميا أنني أعتبر النظام السياسي الجديد في تونس فاقدا للشرعية الأخلاقية والسياسية، وأعتبر المجلس التأسيسي الجديد الذي